السلام عليكم شركتي الكريمة، شكرا تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. اليوم حنجرب معكم وصفة لتفتيح لون الشعر، هي وصفة مجربة وفعالة. يعني نبدأ على البركة. المكونات اللي نحتاجهم في الوصفة تاعنا هذه، نحتاج صفار بيض حسب طول كثافة الشعر تاعك، ونحتاج شامبوان أي شامبوان اللي تستعمليه، ونحتاج لوكسيدون، نحتاج زيت، انا هنا راح ندير زيت الموز اللي كنت حضرته معكم قبل، ونحتاج البلوندور. هنا انا درت الشامبوان باسكو كنت نصور نحسب راني صور وما كانش يصور. هنا راني حنضيف انا دوك البلوندور، عفوا نضيف له لوكسيدون، زوج مرات تاع لوكسيدون. صدقوني هذه الوصفة يعني فعالة لتفتح لون الشعر. مغرفة تاع زيت الموز، انا هنا حندير زيت الموز، اللي مش متوفر عندها تقدر دير زيت زيتون. نضيف قليل من البلوندور، مغرفة صغيرة تاع البلوندور. والشامبواني كنت درتها، انا نحسب راني نصور انا مكنتش نصور، يعني الشامبو هنا مش حنزيد نضيف باسكو اني درت مغرفة تاع شامبو. نخلط المكونات مع بعض، نخلطهم ونرجع هاوليكم الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما مزجت المكونات كامل مع بعض. هذا هو الخليط، نطبقوه على الشعر ونتركوه لمدة من 3 ساعات الى 4 ساعات، يعني كل وحدة والتفتيح اللي تحوس عليه. يعني اللي يكون شعرهم في الشاتان كلير راح يلاحظوا التفتيح من اول استعمال، واللي يكون شعرهم في اللون الغامق يعني داكن في الاسود ولا في البني يعني حتى المره الثانيه الثالثه باش يلاحظوا التفتيح اللي حوسوا عليه هما. اما اللي يكون شعرهم شاتان كلير راح يلاحظوا التفتيح من اول استعمال. حبيباتي كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جنبي العدد وشكرا مره جات القناه، ادعوكم الاشتراك بها، منتظرين فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.